مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. بعرف طقس عاصف جدا، ولكن نحن بحاجه للمي على امل يكون في على كل الطرقات تأني بالسواقه، لانه اليوم كان في كثير حوادث خصوصا برك المي على الاوتوستراد. والضيفه دوليب هلا رح نشوفها خلال الحلقه تعطلت بسبب الحفريات اللي كانت منا مبينه بسبب برك المي الكثيره. بكل الاحوال عجقه السير كانت اليوم شوي من الشمال باتجاه بيروت، ولكن هيدا الطقس دائما تعودنا بلبنان، المهم يوصلوا الناس على اشغالهم او مدارسهم او جامعاتهم بالسلامه. رح نبلش بالمعلومه ومنكمل اكيد مع الاتصالات والمتابعات. نبلش بموضوع المي. رئيس مجلس إدارة مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران ببيان صدر عنه بيقول أنه أوقف العمل باللجان واضطر لإلغاء بعض المشاريع المهمة وتقليص عدد آخر من الخطط اللي كانت ستنفذ خلال هالسنة، وذلك حرصا على المحافظة على استمرارية المؤسسة وقدرتها على تأمين الرواتب والمستحقات بشكل كامل لأطول فترة ممكنة. وأشار إلى أنه في حال طالت الأوضاع الصعبة قد يضطر في مرحلة لاحقة إلى اتخاذ القرار الأكثر صعوبة المتمثل ببعض الحسومات على الرواتب، وشدد على أنه الاستمرارية بالمؤسسة لأطول قدرة أو فترة ممكنة بحسم معقول على الرواتب أفضل بكثير من عدم صمود المؤسسة ووقف خدماتها للناس. وتحدث المهندس جبران خلال لقاءات معايدة مع موظفي ومستخدمي المؤسسة في مختلف المناطق الخاضعة لنطاق صلاحية مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وتم التركيز فيها على ما يجب تحقيقه في السنة الجديدة انطلاقا مما تم إنجازه العام الماضي، وأوضح أنه المؤسسة رح تعتمد باستمراريتها على الجباية فقط، وبقدر ما بتتحقق هالجباية بقدر ما بتتأمن القدرة على تنفيذ المشاريع وخدمة المواطن ودفع الرواتب والعائدات للموظفين حتى يتمكنوا من متابعة أداء واجبهم تجاه المواطنين. وقال إننا لا نلقي اللوم على أحد بل نتفهم صعوبة الأوضاع وضيق الأحوال لأننا من الناس ونعاني كما يعانون، إنما من المهم الإشارة لابد من التشديد على أن المؤسسة عبارة عن سلسلة متراصة من الحلقات، فإذا فقدت حلقة واحدة تتأثر السلسلة بكاملها، وهنا تكمن أهمية تسديد الاشتراكات من قبل المواطنين لتتمكن المؤسسة بدورها من تأمين واجبها تجاه المواطنين. واعتبر أن حملة التنقية التي قامت بها الإدارة الجديدة تحكي عن نفسها وتلاقي في مضمونها ما يطالب به الحراك الشعبي من تطوير وشفافية في المؤسسات العامة في الدولة اللبنانية، مبديا ثقته بأن المشتركين في نطاق صلاحية المؤسسة لمسوا حجم التقدم والتحسين الذي تم إحرازه على الرغم من بعض القليل الذي لا يزال يعاني من تقصير في الخدمة نتيجة أعطال فردية أو شح مائي محدود يتم العمل على معالجته. وأعاد المهندس جبران تذكير الموظفين والمستخدمين بوجوب العمل بتفان ونقاء، مشددا على أن إجراءات قاسية تتخذ في حق من سيرتكب التجاوزات، وقد بات هذا الأمر معروفا في أروقة المؤسسة لأن خطأ واحدا يشوه صورة المؤسسة كلها، ونحن مصرون على عدم التفريط بأي شكل من الأشكال بالنقلة النوعية التي حققناها في مؤسسة بيروت وجبل لبنان والتي استعدنا فيها ثقة المشتركين. ونحن اليوم تواصلنا مع المهندس جبران، وأكيد خلال الحلقة بالمتابعات رح أعطي بعض التفاصيل تتعلق ببعض الأعطال بمياه بيروت وجبل لبنان. بناخذ الاتصالات حتى ما نأخرها وبعدين منتابع أكيد المتابعات يلي قمنا فيها نتيجة الشكاوى يلي وردتنا. أول اتصال لليوم. ألو 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 إيه تفضل مدام ريبيكا. نعم تفضل. الله معك. أهلا، أنا عم بحكي معك من زحلة. إيه أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. أنا أطشولي أجري، بدي ركب أجر جديدة، بدهم مني 6000 دولار، وعندي 8 أصناف أدوية وعندي أنسولين، ويعني لي 3 سنين محتري نفسي بالقلب. تعرفيني في شي حدا يساعدني؟
يعني انت عندك سكر، نتيجة السكري بترول لك سكري. وين بدك تعمل العملية؟ عملت عملية شو؟ عم بتقلي عندك عملية بتكلف 6,000 دولار. لا بدي ركب اجر جديد. ايه تركيب الاجر وين بدها تصير يعني؟ بالزلقة. وانت ما عندك لا ضمان ولا عندك شيء؟ لا. يعني ان شاء الله يكون في حدا هيك يقدر يساعدك. بتقدر تترك لنا رقم تليفونك ولا كيف بيتواصلوا معك؟ او يعني في مجال؟ انا يعني بطلب اكيد اذا حدا بيقدر يساعدك ما رح نتاخر. انا ممنونك. يعني بتحب نحط رقمك على الهواء او ما بتحب؟ شو لا معلش رامي 08. نعم 807-590. 807-590. ايوه جورج زينو. اوكي ان شاء الله على سلامة يا استاذ جورج، وان شاء الله بيكون في ايادي بيضة تقدر تساهم معك حتى تقدر توقف على اجريك الاثنين وتشتغل حتى تعيش عائلتك ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك. الكثير اليوم اجاني اتصالات من البقاع خصوصا بموضوع المازوت، انه محطات المحروقات بالبقاع 20,000 ليرة بس بتعبي مازوت، 20,000 فقط لا غير، بيقولوا ما في عنا مازوت، بنعبيكم بس ب 20,000 باستثناء محطة واحدة عم بتعبي بالسعر الرسمي. أكيد بهذا الطقس العاصف مش بس البقاع، كل قرى الجبال بتحتاج للمازوت وما فيهم يقعدوا بلا مازوت بالنتيجة كيف بدهم يتدفوا، هيدي أزمة كتير يعني مهمة. هلا ما بعرف شو الأسباب إذا في تأخير من وصول بواخر المازوت، ولكن البقاع اليوم يعاني كما كل بلدات القرى النائية من موضوع المازوت، هو حاجة أساسية للتدفئة. باخذ اتصال تاني. ألو بونجور مدام ريبيكا. نعم تفضل. أهلين. أنا عم بحكيكي أنا من سكان قد جبال. إيه أهلا وسهلا. أنا ساكن بحي بطريق يعني إلي شي سنة ساكن فوق، هيديك السنة بيوقع جبل علينا. نطلب من البلدية وين بقدي؟ قد جبال. إيه. نطلب من البلدية هيديك السنة إنه وقع الجبل وتعوا افتحوا لنا الطريق، بتقول هي مش صلاحياتها لأنه هي طريق خاصة. نعم. إنا نحن فتحنا الطريق وقدمنا طلب في قانون بيقول إذا في 6 ملاكي على طريق خاص بيقدموا طلب للبلدية مجبورة بثلاث أشهر تضم الطريق لإلها. نعم. إحنا عملنا هيدا الشيء لأنه وقع جاي يعني وقعت صخرة لو تجي علينا بباركينج البناية. قدمنا هيدا الطلب من شي جمعتين طلعت تلاحق بالبلدية بيقولوا لي إنه رئيس البلدية رد الطلب بده عم يطلب منا نحن ننظف الطريق ونوسع له الطريق، قالت هو يجي يستلمه. قال هو مع اني ما عنده الامكانيه، مع انه وقت اشترينا نحن في يعني كل شيء قانوني، في فك بالبنايه وفي كل شيء، كيف عطوا افراز لصاحب البنايه، كيف فرزوا له، كيف خلوه يعمر اذا الطريق منا مزبوطه. فبقى هلا رجعت الشتويه ورح يرجع يقلب الجبل عن جديد، بلش يهدر. ليك انا اول شيء بدي رقم الشكوى، وثاني شيء اذا بدي احكي بلديه قد بجبال بيعرفوا اي طريق يعني وين بتوصل؟ اكيد بيعرفوا اي طريق. اي طريق؟ حي السائي حي رقم 90. هلا جديد هن مرقمينهم رقم 90. أوكي. طريق رقم 90. هلا ما بعرف اذا من صلاحيات البلديه هذا الموضوع لا شو بيقول القانون، يعني رح نشوف نحن بقانون البلديات. وعندي الطلب اذا بدك، هلا اذا في رقم ابعت عليها، عندي صوره الطلب وايمتى قدم وكل يلي نتواصل معك بنتواصل معك وبناخذهم تيكون نحط الموضوع باطاره الكامل. اهلا وسهلا فيك. متابعه رح بلش بموضوع الكهرباء، لأنه كتير الاتصالات عم تجي إنه شو الأسباب. كنا عم نقول كهرباء لبنان لازم تعمل بيان تتوضح فيه الموضوع، رح يختصر البيان يلي صادر عن كهرباء لبنان. بيقول إنه عطفا على بياناتها السابقة اضطرت المؤسسة مواصلة اتخاذ إجراءات احترازية لازمة للحفاظ على أكبر قدر ممكن من الاستقرار في التغذية بالتيار الكهربائي لأطول فترة ممكنة، لما لهذه السلعة الحيوية من أهمية على كل الصعد، ويعود ذلك إلى عدة عوامل أهمها استمرار الظروف الصعبة اللي عم بمر فيها لبنان، وينتج عنها من صعوبة فتح الاعتمادات المستندية لبواخر المحروقات لزوم معامل الإنتاج. وبتتمثل هالإجراءات بتخفيض الإنتاج بما يتناسب مع المساهمة المحددة للمؤسسة من الدولة اللبنانية، حيث تستمر بوضع حوالي 1500 ميجاوات فقط على الشبكة حتى شهر شباط المقبل. يعني من هلأ لشهرين مش قادرة المؤسسة إلا بس تغذي ب 1500 ميجاوات، مع العلم أنه بمقدورة تقنيا وضع طاقة إضافية
بما لا يقل عن 500 ميجاوات وزيد ساعات التغذية في حال توفرت إلى الإمكانات اللازمة. يعني واضح البيان. حاليا قدرة المؤسسة 1500 ميجاوات، إذا عطاها فتح لها اعتماد أكتر بتزيد ال 500 ميجاوات. يعني من هلأ لشهر شباط رح نبقى على ال 1500 ميجاوات لحين ما تفرج. يعني حبيت أعطي هذه المعلومة حتى الناس تعرف من هلأ شو هي أسباب هذا التقنين القاسي اللي عم بيطال كل لبنان. بموضوع آخر كمان بيتعلق بالمتابعات، رح بلش بالمي كمان. نيوس هايلة بلوني ومنطقة وسط كسروان يلي عم بيقولوا إلهم أول أكتر من 3 أشهر ما عم تجيون المي. اللي عرفته اليوم من المؤسسة إنه خلال الصيف كانت المي عندهم بشكل متواصل وما في أي مشكلة، ولكن لما بلشت تشرين خف ست شبروح عنده المي. ولما بتخف المي بست شبروح بعد توزع المي على الكل، يعني بتوصل بأوقات كتير قليلة بيكون تقنين قاسي بالمي وما زال مستمر حتى هلأ. ليه؟ لأنه هلأ صار في عنا شتاء، صار في نسبة أمطار زيادة، مفروض هلأ ترجع المي تدريجيا بشكل إلى حد ما طبيعي أكثر مما كانت شح وتقنين قاسي. هيدا يلي عرفته بموضوع المي بهذه المنطقة بالذات. هلأ بدي انتقل لموضوع كتير، في كتير انهيارات عم بتصير. يعني في رح اخدها بالصورة واللي وصلت لنا ونعطي الأجوبة عليها. هلأ بموضوع المنصورية، المكلس المنصورية مثل ما قلت مبارح صار في تعهد من قبل المباني اللي هو عامل هالحفرية ومن خلالها صار تشلق، وصار في محضر ببلدية المنصورية بحضور وزارة الأشغال كمان، وصار في تعهد ببدء عمل هذا الطريق يلي انكسفت بمنطقة الوضع خطير. بيقولوا لي على الطريق بمنطقة الصناعية اللي بتربط بشمون بشويفات ودير قوبل، رح نشوف الصور كمان، هي وفيديو أكتر. بس اللي بدي أقوله أنه وزارة الأشغال العام مبارح بعتت عدة فرق للكشف على عدة طرق، إن كانت بالجنوب بشويفات كمان وبعدة مناطق واصل لها أنه في عليها انهيارات معينة. يعني كانت الفرق مبارح عم بتكشف على كل الانهيارات اللي حاصلة لتجدولها وتشوف كيف بدها تبلش تبلش ترميمها أو تزبيطها. أكيد بهذا التأس العاصف أكيد لا، ولكن بدها دفتر شروط وبدها إجراءات معينة. ولكن اللي عرفته أنه توزعت المهام مبارح لأكثر من مكان من جنوب إلى غير مناطق بموضوع الحفريات أو الطرقات اللي نزل عليها، بدها حيطان دعم ولا بدها ترميم ولا هي حفر كبيرة، وكل هاي بتأثر على السلامة المرورية للمواطنين. عنا فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا عبر الام تي في، بياخد اتصال جديد. الو بونجور مدام ريبيكا. نعم تفضلي. بليز عم بحكيكي من الربوي شارع 12 فلورفيل. اوكي. ماي لنا 6 سنين الماي بتجي انجأ مره، ما بعرف كيف بتجي على الخفيف وما في ماي، وهلا رغم كل هالشتاء هيدا كمان ما في ماي. يعني عم نشتري ماي، سالته عم ياخذون اوقات عم نوزعهم عند حدا عرفتي، لانه ماي ابدا ما فيهم. سالته ليش من 6 سنين ما عندكم ماي؟ سالنا اللي عم بياخذوا على بيت مسك، كل واحد بيديرها سوري على الثاني وبيبعثوا لنا حدا، ما حدا عم بي. لا خليني انا رح ارجع تبعها. شارع 12 الربوي، صدقيني سوري، شارع 12 بالربوي. نعم نعم فلورفيل. فلورفيل نعم نعم. اوكي ميرسي. اهلا. كمان اتصال، اتصال اخر. الو الو. ايه الو الو، انا ناطر لسه. ايه تفضل تفضل. الو. ايه اهلا تفضل. يعطيك العافيه. اهلين. مين معي المدام؟ نعم. انا كنت حابب بخصوص موضوع مادة المازوت يلي مقطوعة بمنطقة عكار. كمان بعكار؟ ايه طبيعي. ايه ايه انا حابب بس وصيها للمدام انه تحاول تتصل فيها مباشرة لوزيرة الطاقة وتسألها شو سبب هذا السر
بالتأنين. بتأنين شو؟ الكهرباء؟ تأنين المازوت. تأنين المازوت. المازوت. لألك بالبقاع كمان حتى اليوم بمحطات ببيروت ما في مازوت. أنا صاحب محطة مازوت، محطة بنزين. نعم. للأسف الكميات ما تجينا بشكل مزبوط. فبتأمل أنا منها أنها تتصل فيها مباشرة وعلى الهواء وخليها تبرر لها لوزيرة الطاقة ليش هيك عم بيصير. ليك صراحة ضيفتي بكرة مديرة العامة للنفط ومنها رح نفهم إن شاء الله كل هالموضوع هيدا. أهلا وسهلا فيك. معك حق. أي ساعة؟ وحدة وتلت، وحدة وتلت دايما عبر الـ MTV. أهلا وسهلا فيك. بفهمك لأنه بعدنا عم بحكي اليوم إنه مادة المازوت أساسية كتير خصوصا بعكار بالبقاع بجبال بالقرى، لأنه مع هذا البرد القارس والثلوج على الجبال أكيد بدنا ندفع على المازوت، ما في إلا هالوسيلة، لأنه قضية الحطب شغلة كمان وغيره، ولكن المازوت هي المادة الأكثر أساسية بفتكر لهذا الموضوع. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو. أهلا. ألو. أهلا تفضلي. بونجور. بونجور ويدي حبيبتي. تفضلي شو عندك؟ أبيحكو غيري. أبيحكو لا غيري حضرتك حبيبتي. مدام حضرتك غيري. لا حضرتك تفضلي مدام. اسمعيني على التليفون حضرتك اللي عم بسمعك. حبيبتي تفضلي. نحن حبيبتي في عنا أرض. نعم. أنا من ضرب السين، عندنا أرض بالكامب عين الحلوة، صاروا 73 سنة أخذين لأرضنا ومش بيعطونا أجرة أبداً أبداً أبداً. وين؟ بمخيم عين الحلوة؟ يعني من السنة 3. هيدا عين الحلوة لأهل مخدور درب السين والمية ومية وصيدة، صارنا 73 سنة ولا قرش عم ناخد من أرضنا. طيب نحن بدنا نعيش، كيف بدنا نعيش؟ هلا موضوع المخ إذا مين دلهم أرض صارهم هالبدي. مدام معك حق، هيدي أرضك ولازم تسترديها، بس ما بعرف إذا واقعة ضمن المخيم وكيف هي كانت المخيم، كيف انوجد هنيك، على أي أساس مصادرة أراضي، يعني هذا موضوع أنا ما بقدر جاوبك عليه هلأ لأشوف مين ممكن يعطيكم حقكم أقله بأجار، يعني إذا كان هالمخيم باقي وفي ناس، وإذا عم بتقولي من درب السيم ومن المية ومية ومن المنطقة بتعود هالأراضي لإلكم، بدي اشوف كيف ممكن استردادها او الاستفاده منها تاجيرها. ما هذا موضوع بدي اسالك عنه صراحه. كمان اتصال. الو. صباح الخير. صباح النور. اهلا مدام ريبيكا. نعم حبيبتي، بدي اسالك عن قانون الاجارات القديمه. قالوا لنا مشان نروح على صندوق التعاضد نقدم الاوراق، هلا بلشوا هن؟ مدام هن بلشوا ببيروت لفتره 15 يوم ووقفوا. انا هدف بعبده. لحظة عم فسر لك، من 15 يوم بلشوا فقط بمحافظة بيروت، ولكن وقفوا هلأ كل المحافظات تنطلق كلها دفعة واحدة. يعني ما تبلش بيروت قبل جبل لبنان قبل الشمال. هلأ ناطرين هلأ يعني حضروا ورقكم اللي لازم يعني معك خابات شو لازم حضر؟ ما تحضري العقد الإيجار بينك وبين المالك. إيه؟ بدك تحضري إذا سكرين بالبيت بيشتغلوا صورة. بيشتغل بس أنا أرملة ما عندي. إنه إذا إذا في راتب وبدك تقدميه كمان. إيه؟ وصورة عن الأجار الملك، يعني هذا اللي بدك تقدمه. ما بدي إخراجات قد فيه. ما بعتقد. بكل الحالات هلا واقفة لتنطلق كلها دفعة واحدة. أوكي. ولمدة شهرين أكيد لما ببلشوا بيرجعوا، برجع بقول لك، وبجبل لبنان رح تكون بقصر العدل، يعني بقصور العدل بجبل لبنان. أوكي؟ هلا واقفة. رح تنطلق كلها سوا بكل لبنان، بس ترجع تنطلق ببقى بعطيكم جواب، بعطيكم خبر على الأكيد. مهم تكونوا محضرين وراءكم. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ناخد اتصال. ألو. ألو بونجور. بونجور مدام ريبيكا. نعم.
وحياتك انا مدام هدى عم بحكيك من خلده. ايه اهلين. من هي من هيديك المره من اول وقت صار هيدول الامطار القويه اول مره تحوفروا الطرقات وقعوا السيارات بقلب الجوار، بعثنا للبلديه خبر ولا ردوا ولا اجوا شافوا. يا حرام العالم صارت تسد الجوار بحجار، هلا رجعت عن جديد، وكل ما نطلع على البيت بتتكسر السيارات بتتكسر الدنيا، ولا حدا واعي ولا حدا للصراحه يعني للصراحه ما في طلعت ابو ديب خلدي طلعت ابو ديب طلعت ابو ديب طلعت ابو ديب ايوه مدام ريبيكا، يعني شيء لا يصدق هيدا الاهمال بهالبلد، يعني مستحيل، يعني ضد الشعب هن الرؤساء او البلديات او شيء، ضد العالم ضد الفقير ضد الشعب، بدنا نفهم هن شو بدهم، بدنا نفهم بقى كيف بدنا نخلص من هالاوضاع. لقلك موضوع الحفريات على الطرقات، في اذا كان في اشغال عليها وما تزفتت بكون نطيطه تشتي حتى تقشط وتاخذ محلها. عندكم انتم للصراحه تابعين بعتقد لبلديه الشويفات اذا مش غلطانه. ببلديه الشويفات كان عندهم عضو بلديه وهو مسؤول عن الاشغال نشيط لدرجه بدي اسميه الاستاذ هشام نيشان، يلي لما كان هو متابع يوميا الموضوع انا كنت مطمنه بالي انه كان يعني عم يشتغلوا بشكل كتير دقيق وكتير عملي قد ما بيقدروا. ما بعرف ليه الاستاذ ريشاني ما عاد هو مسؤول عن الاشغال، وما بعرف هلا البلديه لمين مسلم الملف. من هيك عم تدهور كتير امور الطرقات بالمنطقه. انا بناشد بلديه الشويفات انه تعيد النظر بموضوع الاشغال لانه شغله كتير اساسيه ومهمه. يمكن بهذا الطقس العاصف ما تقدر تعمل شيء، ولكن اول نهار شمس بتقدر اقله ترى يعني ينعمل شيء ممكن حتى ما تتكسر سيارات الناس. بدك تحكينا عن الحقوق، عندنا حقوق كتير بالبلد مش اختينا. يا ريت كل الموجب الواجبات يلي نحن عاملينها بيعطونا مقابله ونحن بالف خير. بكل الحالات نحن رح ارجع تبع لك مع بلديه الشويفات موضوع طلعت ديب لشوف اذا في شيء قريب بهذا الموضوع. عندنا صوره اليوم شو اتصال قبل صوره اليوم. الو الو بونجور بونجور. معك مدام ماري صبوحه تعملي معروف. شو عندك؟ ماري صبوحه. ايه اهلا ست ماري تفضلي. الله يزيد فضلك، نحن بحاجه لمساعده، لأن أنت عم تاخذ أرقام تليفونات للعالم، أنا عندي أولاد، عندي بنتي مريضة وبنت بنتي، ما معنا ناكل، بدي أجيب لهم أدوية، بدي أدفع إيجار البيت، ما في حدا عم بيقول لنا وين نكون. وين ساكنة؟ أنا قاعدة بأدونيس طلعت مرشربي. ما حدا ساعدك ولا مرة ولا اتصلتي بحدا ولا؟ جيبوا لي نتفة أكل عم يساعدوني، هذا بيقول لي ما معي وهذا بيقول لي ما معي. أنا ما عندي رجال غير الله، وين بدي أروح؟ طيب. أي محل بدي أروح؟ بنت تتعلم بالبكم الصوم وبنت ما عم تشتغل وأنا مريضة، منين بدي أروح أجيب؟ طيب، ست ماري اتركي لنا رقم تليفونك ونشوف إذا، لأنه هلا في كثير هيك بحكيك بحطه هون عندك 79 79 317 419 489 نعم، إذا بتعملي معروف الله بيأجرك، اللي بيجي فيه يساعدني بكون ممنون. طيب أنا رح أرجع أقول الرقم على الهوى، رح ألغي صورة اليوم لأقدر أعطي هالنداء الإنساني. يعني لما الناس بتقول جيعاني يعني جيعاني، والله يعني الجوع كافر يا جماعة، ما بعرف وين بيوصل. رقم الست هي ساكنة بأدونيس، رقمها 7931748 إذا حدا بحب يساعدها بيكون يعني شغلة إنسانية كتير مهمة. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.